التفاؤل الذي عاشه العالم بإمكانية تجاوز أزمة كورونا يكدره تزايد عدد الإصابات في أوروبا والعودة لإجراءات الإغلاق الكلي أو الجزئي في أكثر من بلد أوروبي. النمسا أول بلد غربي أوروبا يعيد فرض الإغلاق الكامل لمكافحة جائحة كوفيد-19، ويبدو أن ارتفاع الإصابات حملها على تغيير سياساتها، إذ أعلنت أنها ستلزم كافة السكان بتطعيم بحلول فبراير المقبل، إذ أن النمسا طعمت 66% تطعيماً كاملاً، وهي من أقل المعدلات غربي أوروبا. وبينما يلقي هذا البلد الأوروبي باللائمة على قلة نسب التطعيم في ارتفاع الإصابات، فإن هذا الأمر لا ينطبق على جارتها ألمانيا، فألمانيا التي تواجه هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً في إصابات كورونا، لديها نسب تطعيم مرتفعة، وقد أرجع وزير الصحة الألماني ارتفاع نسب الإصابة إلى الاختلاط الاجتماعي، مشيراً إلى أن موجة الرابعة من الجائحة تجتاح البلاد، ففرضت ألمانيا قيوداً على حركة غير المطعمين في بعض أجزاء البلاد، وقد تحدو حدو النمسا في فرض الإغلاق الكامل. أما في هولندا فلم يتقبل كثير من السكان فيها الإغلاق الجزئي الذي فرضته السلطات، مما أدى إلى اشتعال تظاهرات في عدة مدن هولندية على رأسها العاصمة أمستردام رفضاً للإجراءات المطبقة. لكن يبقى السؤال الأهم، ما سبب ارتفاع معدلات الإصابة؟ الإجابات جاءت من منظمة الصحة العالمية، إذ صرح مديرها الإقليمي في أوروبا أن دخول فصل الشتاء وعدم كفاية اللقاح والانتشار الإقليمي لمتحور دلتا كانت وراء انتشار المرض. لم يكتفي المسؤول الأوروبي بشرح الأسباب، وإنما قدم حلولاً أهمها العودة لارتداء أقنعة الوجه. معنا من باريس رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى أرباجون الدكتور وحيد أحمد. صباح الخير دكتور وحيد، وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني ماذا يجري دكتور؟ خلنا أنه أزمة كورونا والجائحة أصبحت وراءنا، وبدأت البلدان تدريجيا تتخطى هذه الأزمة، كيف تنظرون اليوم إلى هذا الارتفاع بعدد الإصابات بكوفيد-19 تحديدا في أوروبا، رغم معدلات التطعيم المرتفعة في العديد من البلدان؟ صباح الخير لك وللمستمعين. يعني جائحة كورونا لم نقل أنها أصبحت وراء ظهورنا، جائحة كورونا هي بيننا وما زالت على الساحة. الواقع نحن الآن نعيش فترة يعني حرجة نوعا ما، سررنا لأن الجائحة قلت وعدد المرضى قل ونحن لمسناه هذا في المشافي. أنا عندي في القسم تقريبا صفر كورونا وكوفيد في مرحلة ما قبل عدة أسابيع، والآن نشهد فعلا عودة المرضى إلى المشافي والعناية المشددة، وهناك حالة قلق أوروبية وعالمية. طيب دكتور، إلى ماذا يعود هذا الارتفاع الذي تتحدث عنه؟ يعني تحسن الوضع بعض الشيء كما قلنا، طبعا لم تكن وراءنا، ولكن يعني كان الأمل يحدون بأنه هذا التحسن سوف يكتمل بتجاوز الجائحة، على الرغم من أنه بات معروف أنه سنعيش مع هذا الفيروس ربما لفترة طويلة جدا. هل هي متحورة دلتا دكتور وراء ذلك، أم فصل الشتاء، البقاء في الأماكن المغلقة، تراجع مناعة التطعيم؟ شو برأيك هو السبب الأساسي وراء ذلك؟ تكلمت عن كل الأسباب تماما، يعني يحدون الأمل كما قلت لا شك. هناك أول عامل هو موضوع التلقيح، يعني التطعيم والتلقيح مهم جدا، وهو السلاح الأقوى على الساحة. نحن نعرف أن هناك تقريبا بلاد الأوروبية بشكل عام بين 60-70%، وهذا لا يكفي، يجب أن نصل إلى حد 95% حتى يكون الوضع جيد. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يجب تطعيم الأطفال، فنحن هنا الأطفال هم من ينقل المرض بشكل عفوي للبالغين، هم الذين نقبلهم ونحتضنهم ويأتون إلينا بشكل بسيط، لا تظهر عليهم الأعراض كثيرا، ولذلك هم من ينقل الفيروس بشكل عام، فيجب علينا أن نلقح الأطفال، وهذا هناك مشكلة، العائلات لا تريد أن تدخل الأطفال في هذا الموضوع. من ناحية أخرى اللقاح كما قلنا فعال وآمن، ولكن لا يمنع حمل الفيروس في الأنف ونقله إلى الآخرين، فإذا أسقطنا القناع وأسقطنا موضوع التباعد الاجتماعي واندمجنا في الاختلاطات والأعياد، فحتى الملقحين سينقلون الفيروس إلى بقية الناس اللي حواليهم،
فإذا أنا لم أكن ملقحا فالإصابة ستكون قوية والمشافي ستعود وتعبأ من جديد، لأنه 30% غير ملقحين أو 40% غير ملقحين، هذا يعطي عدد كبير في حال الإصابات، وسيكون هناك عودة للأسف الشديد إلى المشاكل الصحية للجميع. نعم يعني دكتور، هل تلاحظون أي فرق بموجة الإصابات هذه المرة والموجات السابقة؟ يعني من خلال مراقبتكم ووجودكم في المستشفى والحالات التي تصل، هل حالات التي تدخل المستشفى عددها أقل مقارنة بالسابق؟ وهل يعني عم تكون الأعراض شديدة كما في السابق، أم أنه في تحسن من هذه الناحية على الرغم الارتفاع بالإصابات؟ لا أخفيك بأننا نحن الأطباء والطواقم التمريضية يعني مرتاحون في هذه الفترة، مرتاحون لأنه فعلا العدد أقل والحالات أقل خطورة، وعنا الإمكانيات وعنا الخبرة وعنا التجربة، فنحن يعني في راحة ولسنا قلقين كما كانت في المراحل السابقة. فهذا يعود لأن الإصابات معظمها عند غير الملقحين، والملقحين لما يأتوا بالإصابات يأتوا بإصابات خفيفة الواقع. لا شك هناك ممكن يكون في إصابات تذهب للعناية المشددة عند بعض الملقحين، طبعا عندهم أمراض معينة أو حالات معينة هذا لابد منه، ولكن بشكل عام الوضع أفضل والإصابات أقل، والأعمار هي أعمار الواقع عند الشباب، يعني بشكل ملاحظ جدا الأشخاص المسنين لم نعد نراهم مثل قبل، يعني هذا ملاحظ بشكل جيد وفعال. بالنسبة للعامل الأهم أن نفهم شيئين، الشيء الأول أهمية اللقاح، والشيء الثاني أن اللقاح لا يمنع عدم انتقال العدوى، فهناك دائما خلط في هذا الموضوع، لذلك يجب الاحتفاظ بالكمامة، التباعد الاجتماعي، غسيل الأيدي، الابتعاد عن الاحتفالات بشكل أفضل. لذلك يعني ما عاد في سر بالموضوع الواقع. فمن ناحية أخرى يجب علينا أن نلقح بقية المجتمعات، لأن هناك الطيران والسفر والاختلاط في المطارات إلى آخره، فيجب أن يكون هناك تلقيح لبقية المجتمعات الفقيرة، وهذا موضوع مهم وشائك، لأنه نحن نلقح الأوروبيين أو الأمريكان أو غيرهم ولكن ننسى بقية المجتمعات، وهناك اختلاطات دائمة تماما. يعني على الرغم من أنه برنامج كوفاكس كان موجود بفترة معينة ويحاول أن يكون فاعلا، ولكن لم تتمكن هذه اللقاحات من الوصول العديد من البلدان، ومن هنا نرى مبادرات متعلقة اليوم بالأدوية تحديدا، شركة فايزر وغيرها من الشركات قامت بإنتاج أدوية يعني يتم إعطائها بالمراحل الأولية من كورونا. ما رأيك بهذه الأدوية، وهل تعتقد أنها ستلعب دورا مهما اليوم بمواجهة هذه الموجات من موجات الوباء في أوروبا وفي بلدان أخرى جنبا إلى جنب مع حملات التطعيم؟ يعني سؤال مهم جدا. للأسف الشديد حتى الآن لم يصدر دواء نوعي لفيروس كورونا، وأنتم تعلمون بأن هذه مشكلة عويصة. يعني نأمل أن يأتي دواء في مرحلة ما ويعطي أهميته من الناحية السريرية والعملية. في المخابر هناك أدوية كثيرة نستعملها ضد الفيروسات والأنتيكور مونوكلونال وإلى آخره، يعني موجودة على المخبر وتؤتي نتائج، لكن في الواقع العملي ربما تخفف قليلا من الإصابات أو تخفف قليلا من خطورتها، لكن للأسف الشديد حتى الآن ليس لدينا علاج نوعي. لذلك يجب حتما الاعتماد على اللقاحات وعلى التباعد الاجتماعي. يجب أن فعلا التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية التي تبقى مهمة، على الرغم من أنه يعني صار في نوع من التململ من هذه الإجراءات في العديد من البلدان، وهذا أيضا يعني يسهم بتوسع الموجات. دكتور، العديد من البلدان الأوروبية تتجه إلى الإغلاق الآن، من الناحية الطبية هل الإغلاق يعود اليوم للقدرة الاستيعابية للمستشفيات مع يعني انتشار فيروسات أخرى من الرشح ويعني الفيروسات العادية اللي بنشوفها بالشتاء، أم أنه من جراء أزمة كورونا وحدها التي تثقل كاهل الطاقم الطبي؟ سيدتي يعني نحن متعودين أن طبيب صدرية وطبيب عناية مشددة، وبغض النظر عن كورونا قبل فترة الكورونا دائما الشتاء البارد هو عبارة عن الحاضن للفيروسات وللأمراض التنفسية،
ولدينا مئات الإصابات بالفيروس والجريب والإنفلونزا والبرونكيوليت عند الأطفال إلى آخره، التهاب القصيبات عند الأطفال، يعني هذا متعودين عليه. المشكلة الآن أن يعني كل الناس تتحدث بالفيروس وكل الناس ترى مشاكله، لكن على الواقع العملي هناك لا شك البرد والشتاء حاضن الفيروس سيزيد من عدد الحالات. يعني حالات الأنفلونزا نتعامل معها من سنين طويلة، ونفس الموضوع سنصل إلى موضوع الكورونا وسيكون ويجب أن نتعامل معه كما نتعامل مع الجريب. سيكون هناك جرعة ثالثة ورابعة وخامسة وكل وجرعة تماما. يعني التكهنات كانت تتغير بالفترة الأخيرة، يعني كنا عم نسمع عن نهاية الجائحة واختفاء الفيروس بفترة معينة، ولكن يعني كل هذه التكهنات اليوم وصلت وبفضل الوقائع العلمية إلى نتيجة أنه علينا التعايش معه على أمل أن يصبح يعني فيروس ضعيف مثله مثل غيره من الفيروسات. شكرا جزيلا لك دكتور على توضيح كل هذه المفاهيم من باريس، رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى أرباجون الدكتور وحيد أحمد. يومك سعيد دكتور.